جربت كل شيء، وافقت على زواجه، وقف ضد عائلتي، صرت في نظرهم الخاين المتخلي عنهم، وزعلت أمي مني. فوق هذا كله شفت ولدي وهو ينزف، قعدت أطالع وهو غارق في دمه، وأنا مو قادر أسوي شيء. طول بالك حبيبي، يعني أنت ما فيك كمان تحمل حالك مسؤولية كل شيء؟ عملتي اللي عليك وخلص، ما بقى أي شيء؟ لا باقي، باقي أوصل اللي سوى كذا. أبي أعرف من هو عدوي وعدو ولدي، أبي أعرف من اللي تجرأ وسوى كذا. لا أنا يعني حبي أحكي، بس خايفة أني أترك بزيادة. قولي يا ديما، شندك؟ يلي عمل هيك بفهد كان يكون قريب منك كتير، حواليك وعايش معك، وقعد فكر انه انا عم بحكي هيك كرمال حرضك على ابنك او كرمال وزراسك عليه. لا بس كلياتنا سمعنا لمنصور وهو عم يهدد وعم يصرخ. انت بتعرف كتير منيح لما منصور يقرر انه يأذي حدا ما في شي بوقف انت. هذا اللي قلتيها. انا عارف منصور زين، اعرف شلون ربيته. منصور ممكن يعصب، يصارخ، يهدد، لكن ما يضر اخوه. مستحيل اصدق هذي. ان شاء الله. ان شاء الله ايش؟ ان شاء الله يكون كلامك مزبوط، يكون عرفان تربي. لا لا عادي، ما في شيء. ليكون صدقتي كلام هالخبل بدر؟ ترى أنا والله ما أخليه على اللي سواه. هذا وشو؟ تهديد جديد ولا إيش؟ شفتي؟ معناته أنت مصدقة اللي قاعد يصير وشاكة فيني. يا هذه عوايدكم في هالبيت، أي مصيبة تصير على طول على منصور، أي مشكلة تصير ما في غيري، أكيد أنا. ترى مليت يا جدتي، مليت من نظرتكم لي ذي. ترى ماني براعي مشاكل ولا أني شري. تدري وش اللي قاهرني أكثر؟ أنكم مقتنعين أني أنا بسوي في أخوي كذا، وشايفيني حجر ما أحس، ما عندي لا أحساس ولا ضمير. تدرين وش اللي يغبن أكثر؟ أنت يا جدة، أنت تصدقين فيني هالكلام؟ ترى والله أنت في كفة يا جدة، هم كلهم في كفة ثانية.